تم قفل جميع الكافتيريات داخل جامعة ناصر لعدم اهتمامهم بالنظافة العامة ولعدم توفر الشرطات الصحية ولعدم وجود تراخيص ولعدم وجود شهادات صحية. وجد ضبط داخلهم داخل الأطعمة حشرات وصراصير طبعا داخل الأطعمة، تم نشرها ممكن على صفحة التواصل الاجتماعي الرسمية لجهاز الحكم البلدي. ويوم الأمس قمنا بنفس طبعا العملية داخل جامعة طرابلس قطاع ألف بقفل طبعا جميع حتى الكافتيريات او المقاهي داخل الجامعه للاسباب نفسها. طبعا نشاهد الحقيقه طبعا احنا كحرس بلدي المده هذه ممكن قايمين بجولات طبعا حسب الاعاز الصادر من السيد رئيس جهاز حرس بلدي الى كافه فروع جهاز الحرس البلدي.